هاد الحال كنحتاجو البطاطا، كذلك 4 ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب اللي كيكون بارد، نص بصله اللي كنكونو قطعنا شرائح رقيقه على هذا الشكل كيف كتشوفوا، وبطبيعه الحال قليل من الملح، وكيبقى الملح على حسب الذوق ديال كل واحد. فندوز وكنحاولوا نقضوا السطح ديال البطاطا ديالنا دائما مع التحريك، هذا هو السر ديال نجاح التورتيه، فالعافيه خصها تكون مهيله وتبقاو دائما تتحركوها. من واحد 12 حتى 15 دقيقه تشوفوا البطاطا ديالنا، فالبطاطا بدات تطيب على هذا الشكل كيف كتشوفوا. كنحيدوا البطاطا ديالنا وكنحطوها جانبا، في هذا الاثناء كندوزوا وكنطربوا البيض كيف كتشوفوا، كنضيفوا ليه نص كاس ديال الحليب للاشاره، فالحليب هو حليب بارد، وكنخلطوا الخليط. فهذا كذلك تعتبر سر من اسرار نجاح التورتيه هو الحليب، اضافه الحليب للتورتيه فكيخلي التورتيه ديالنا كتجي رطبه وهشيشه من الداخل، هذا هو سر نجاح التورتيه كذلك كيف كتشوفوا. فخلطنا البيض مع البطاطا وكنخليوه تقريبا واحد 5 دقائق. في هذا الاثناء كناخذوا واحد المقله اللي هي مقله صغيره، كندهنوها بقليل من
المطب التورتيه ديالنا كنخليوها حتى كتبرد، كنقطعوها على هذا الشكل. كيف كتشوفوا المنظر ديالها كيشهي. وبطبيعه الحال الاسبان دائما كيرافقوا التورتيه بشويه الزيتون خضر او الكحل، قليل من الخبز اللي كيكونوا حكوا عليه الثومه ودهنوه بالفرماج، كيف كيمكن لكم تقدموه هكا، وقليل من الكروفيت اللي كنكونوا نسمناه بشويه الملحه وورق الناموسه. كان هذا اقتراح ديال التورتيه الاولى. بالنسبه للتورتيه الثانيه نفس الشيء، فشوفوا المنظر ديالها والمزيج ديال الالوان، فكتجي رائعه جدا، تستحق التجربه. كيمكن لينا نقدموها حصص فرديه على هذا الشكل، وكنرافقوها مع شويه ديال الشلاضه ديال الخس والبصله ومطيشه، ولا كنقدروا نرافقوها بقليل من الفرماج. صراحه كانوا هادو فقط جوج ديال الاقتراحات ديال تحضير التورتيه، ولكن التورتيه الاسبانيه فهي كثيره ومتنوعه وكتختلف من كل مدينه وكل منطقه الى منطقه. الاقتراحات بجوج ينالوا الاعجاب ديالكم، تجربوهم مع وليداتكم، خصوصا انها وصفه اقتصاديه سريعه. وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.